وجد من راحت حياته من مطار إلى مطار، من مطار ينبع إلى الرياض بمشيئة الله. أتعب رحلة ممكن تمر علينا، كملنا 24 ساعة صاحين، خلصنا من أملج وعلى ينبع ساعتين خط، والآن على الرياض بمشيئة الله. قانون ها وش تقرأ أنت؟ أسمعك. خلى المايك. سعادتي يوم شفتك بينهم كلهم، من بعد طول الجفا والصدها الفاجعة، سعادة أطفال شافوا الصباح أمهم كانت في الثلاجة توها راجعة. الله الله القصيدة زينة، ما كسرتها ولا عن جدفها. أخلص. اسمع محتاج عابر عادتي يكتم السر، أقدر أفكر عنده بصوت عالي. الله ايش معناها؟ اسمع ابى اقول لك كذا، اشوف قدرك كبر سلمى ورمان، وانت غسلته بسوء ظنك شراعي، يا نجود احنا بني عم واخوان، ماني حاكم وانت ما انت براعي، وشفتني في بعض الاحيان غلطان، ماني بنبي يجب عليك اتباعي، ماني بي يا نبي يجب عليك اتباعي. ايوه اخلص وش غير؟ اسمع يا ما حلا شربة الفنجال حول النياق المزاييني، مثل البرد لما اضطرت حطار إذا اللي تعرفه فمان الله. وسهلين في القناة المسائية مع غازي الذيابي المشو. ممكن سؤال أخير، هل هذه نظرة أم رصاصة؟ استغفر الله بغي. استغفر الله. تكلم ويش بيك تفنجت؟ هل أنت استحيت؟ الحياء خصلة وشعبة من الإيمان. تحاكى أيها الفتى، لماذا خدودك تقمزت لين وصلت عند هذه الحبة؟ لي أينني جائع جدا، توقع أني أكل أي شيء أمامي. أنا ما كلك كلام فضية الفضي. ما تشوف جو نمران وشبه حزين. تفضل. صوت الحزن في القلب موجوع، حرشك الضعيف اللي ما عنده فائدة. يا غازي. وانا وانت كنا زملاء وقت الدراسة، وبنبقى اخويا ان جت بالرضا والطيب، ان جت بالرضا والطيب. بيقول ان جت بالغصب ولا بالطيب. والله ما ينفعك اكرر لك الكلام 10 مرات. دنيا انت عجيب تعجيبي. لا يوم مذل يوم مذل يوم مذل المذل ما كان بيوقف بيكمل القصيدة. وما تشوف جو نمران كل مالي يزداد حزن، لين قال مذل الله اكبر قال، واختامها صلوا على محمد. الله وصلوا على محمد الى الرياض. يا جماعة والله نبصرين. سامحنا سامحنا كانت تشوف السنابات يا الهيثم كينك.